للمزيد من المتابعة والتحليل حول الأوضاع وحول هذا الأمر تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان، بعد التحية، هناك يعني أحاديث كثيرة وبيان صدر عن الهيئة أشار هذا البيان إلى تعرض الكثير من المناطق لعدم الاستقرار. كيف يمكن نقرأ هذه الصورة خاصة بعد ما يمكن أن يسمى بتغير في الظواهر الطبيعية في الدول المجاورة؟ أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. بالفعل بدأ تأثير المنخفض الجوي دانيال الذي أثر على العديد من الدول الأسبوع الماضي، اليونان وتركيا، وامتد ليشمل ليبيا أمس وأول أمس، وأثر بأمطار غزيرة وأدت لفيضانات في بعض المناطق، وارتفعت سرعات الرياح مع هذا المنخفض. بدأ هذا المنخفض يؤثر على الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية اليوم، وبدأ بأمطار على مناطق من سيوة والسلوم ومطروح. أيضا تأثرت البلاد وخاصة المناطق الغربية بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المحملة بالرمال والأتربة. وصلت الرؤية الأفقية على منطقة السلوم وسيوة إلى 500 متر تقريبا. امتدت الرمال والأتربة المطارة لتشمل المناطق الداخلية، أثرت على محافظات الوجه البحري وأيضا القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد. الساعات القادمة إن شاء الله مازال مستمر تأثير الرياح المحملة بالأتربة على هذه المناطق، ويمتد غدا لمناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وأيضا مدن القناة. طبعا هذه المناطق أيضا مستمرة بانخفاض الرؤية الأفقية نظرا للرياح المحملة بالأتربة. أما بالنسبة للأمطار فما زالت الأمطار متوقعة على السواحل الشمالية، تمتد مساء اليوم إن شاء الله لمحافظات الأسكندرية ومحافظات الوجه البحري. غدا تمتد أمطار على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب الوجه البحري أقل حدة، وتصل مساء غدا إلى القاهرة الكبرى أمطار خفيفة إن شاء الله. طب دكتورة إيمان، هل من نصائح نقدمها للمواطنين أو من يكونون على طرق السفر؟ وهل هناك علاقة ما بين كثرة الزلازل والتغيرات والظواهر الطبيعية بكل هذه الأمور؟ لا، الزلازل طبعا ملهاش علاقة خالص بالمنخفضات الجوية اللي بتأثر علينا، لكن طبعا وارد طبعا ان يكون في بعض المناطق لما بيحصل فيها زلازل لما بتكون قريبة من المحيطات ده ممكن يؤدي لتسونامي، اللي هو بيكون فيه ارتفاع في امواج عالية، لكن ده مش في المنطقة بتاعتنا لان احنا بنطل على بحار مغلقة ولا نطل على اي محيطات الحمد لله. اما بالنسبة للنصائح فطبعا نصيحتنا لكل السادة المشاهدين، المناطق الغربية منطقة مطروح والسلوم وسيوة القيادة تكون بهدوء تماما نظرا لانخفاض الرؤيه بسبب الرمال والاتربه المثاره، وايضا لكميات الامطار اللي ممكن تغزر على بعض المناطق خلال الساعات القادمه. ايضا بالنسبه لباقي محافظات الجمهوريه بننصح ايضا بالقياده بهدوء ومتابعه النشرات الجويه والتحذيرات الصادره عن الهيئه، لان طبعا لو في اي تحديث بيتم اصداره فورا من الهيئه العامه للارصاد الجويه. كل الشكر والتقدير ضيفتي الكريمه دكتوره ايمان شاكر، مديره مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك.